انا كنت عايز اعرف ليه سيادتك مهتم قوي انك تيجي تدي صوتك في انتخابات مجلس الشعب 2015؟ والله انا انتمائي للبلد كبير، وخاصه للرئيس حبيب قلبنا السيسي، وعايزين البلد بقى تكبر وتنضف وتنهض بناس كويسين احنا نختارهم من ارادتنا لا اكتر ولا اقل. قول لي حاج، ليه حضرتك نزل الانتخابات النهارده؟ عشان اقدم الواجب اللي عليا. نعم، أؤدي الواجب اللي عليا، واجب وطني. هو كنتش متوقع كده، يعني كنا عاوزين أشد من كده شوية عشان نطلع قدام شوية بقى سنة. يعني أشد من كده إزاي؟ الإقبال ضعيف شوية. ده أقل واجب الواحد يعمله للبلد، إن المفروض إن أنا أبدي صوتي عشان أدي صوتي للي هيقف جنبي ويعمل لي أي خدمات أنا عايزاها. العملية الانتخابية ماشية على ما يرام، بس نسب الازدحام طبعا على حسب تقدم الوقت، وان شاء الله كده بكره هيبقى ايه متمم للميعاد المظبوط، هتزيد الاعداد ان شاء الله. المشكله انا كنت من ايام الاخوان كنت بنتخب في الناصر، دلوقتي مش لاقي مكان، بيقول لك ما اعرفش اروح هنا قوميه، لف على كذا لجنه، بيقول لك لا اسمك مش هنا. انت حضرتك مش لاقي لجنه تنتخب فيها؟ يا انا في الشباب، شابات والشباب والكبار لا. تمام، مش عاوزين كبار، عاوزين شباب تكون فيها صحة تمسك البلد.